على شوي على تقليدي. حكينا على شويه أه على اللباس التقليدي يعني... حكينا على لي بروغرام تاعك فاش اللباس التقليدي انت ملكه جمال لباس تقليدي والهدف تاعك انك, انك تروجي لباسنا للخارج حكينا ده. على بعض تجاربك شوفي اولا بديت بالمسابقه تاع ملكه جمال لباس تقليدي وفزت أه باللقب في 2019 في وهران كنا في تيات خالد القادر على الاولى في بلاصه صافي اون 2019 بعد كنت انا ديجا مانكا كنت ندير لا مانكينا آه. رحت لاميس من بعد لاميس تحت شويه ما لقيتش فريمون كملت في في وكملت في في الصور تاع آه. تروجي اللي بس تقليدي, اللباس تقليدي, تقليدي على وكان حاجه اللي خلاتني نحبس شويه كان فيها الكورونا هذيك نقصتنا شويه من العمل كورونا حبستنا بعد راح اتجهت للتمثيل درت سيت مع بشرى عقبي مع محمد عاشوري سيت زوجني متعدده المواهب رحت شويه رحت ملت للتمثيل إشهارات من بعد عاودت وليت الموضه يعني اللباس التقليدي حبيت نحافظ على اللباس التقليدي خاصه انه في الاونه الاخيره داوه بزاف اللباس تاعنا وين نشوفوه في في العالم العربي في بلادنا وين ما نشوفوهش سي فري سي فري نحتفلوا بشهر التراث يعني في نعم. الجزائر هل في عروض معينه خاصه بالتراث يعني أكيد مع أكيد. وزاره الثقافه او مع جهات رسميه من طبعا لازم تكون الثقافه تساعدنا وان وت... شاء الله هنطلبوا منها تمد لنا الدعم اكثر واكثر انا نسيت ندير وحدي لي عروض الازياء اتجهتني وحدي نحافظ بس كان عندي تيتخ تيتخ لازم قلت نكمل فيه درت عروض ازياء طبعا الأولى درت جزائر ثقافه واصاله تاريخه في نسبة شهر نوفمبر يعني شك شك مناسبه نديرها عرض يكون